ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته الرسمية لمصر التي استغرقت يومين. كان الرئيس السيسي قد استقبل أمير قطر في قصر الاتحادية وعقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية والإقليمية والدولية.